المفروض تروح شكل فيك انت هنلعب بسرعه ليه طبعا نغش اكيد ولا على راسك ما ده الغباء ده مفيش اي نتيجه يا انت لسه مش هقول عن شغل بلاش سيره دي يا عم كريم اهو بتلعب كل شيء احسن من كل بعد السلام غير السيجارة قدامك فيها ساعة أنا مش مركز أنت عيب إني مش مركز أنا ورايا خلص كده يا جدعان وليد عشان خير بيعمل لنا كوبايتين كتاب وقعدت اسلم على جنيه وراح شنو بيعمل لنا سلم سلم ايوه مالك يا عم فين؟ ما بقولش اكيد شغلك موضوع الشغل انا عارف انت شارك اهو ليا سامر صاحب الترند ولا ليا شغلانه ولا لي حاجه عمال الف على الشركات تاني يقول لي خلاص سيب السي في بتاعك تعالى عليك سيب السي في بتاعك تعالى عليك ويقول لي عايزين خبره اجيب منه الخبره انا ما تسيبش الموضوع ده عشان اعرف منه عندك شغل يفرح خبره انت يا ابني لسه مالي بقالي سنتين بقول لك ان الست راح يعمل كده كده ما تسالهاش تشيل معايا مرة كده مش كل الكاوي يشيل انا هنا يا حتى تتكون بقى يا بخير فاكر زمان لما تيجي نلعب مع سنين اه يا اخي انت ايه؟ كده انت خايف مني؟ ده احنا فعلا هنا 4 سنين في نفس الشقة هنا؟ اه ده دي حوالي 4 سنين كنتش معانا انت كنت لسه ما عندوش تعالى تاني يا عم لا يا عم مبروك الخير ايه اخبارك الدنيا؟ هو ناشف حاجة لسه انعزال تام عن الناس والحياة خلاص طول عمرك كده عمرك على الأرض لسه مفيش أي إيمان بأي حاجة؟ لا لسه أنا عايز أعرف أنت إزاي بتستحمل تقعد حياتك كلها في شقة أوضة منعزل عن الناس لا خروج ولا اجتماعيات أنا زي ما قلت لك مفيش حاجة في السن غير واحد بيتم عشان حتى كنت شايل مطير يا أخي الكرسي ده ما كانش موجود هنا قبل كده. اه فعلا ما شفتوش موجود عندك قبل كده. خالص. ما اعرفش بقى. ما تقوليش يعني في حرامي جه دخل مثلا وسابه، حرامي كريم. والله يمكن نسينا احسن بيه. الزهايمر ده. شوف الكرسي تعال نلعب كوتشينه يلا. كوتشينه كوتشينه يا اساس. احسن من خروج مع الناس. يبقى كرسي غريب ده مره. كرسي غريب. Thank you.
نبدا. سيبك من تفكير موضوع الشغل والكلام ده، ركز في الكوتشين. يلا. خلاص. مش قضية يعني ما لقيتش الشغل، هتقعد عاطل. والله أنا بحاول أجي هنا عشان أنسى الشغل. هتبقى مفلس. الناس كلها بتفلس. هو أنا بدأت أساسا عشان أبدأ أفلس؟ ولا أنت رأيك يا حسين؟ مش لما أبدأ؟ أنا تفكر في الشغل كتير هيحصل لك حاجة. يا رب يا يلا سيبك من الحوار ده وانا دكتور شيخ. من الناس وصداع الناس. مالهم بس الناس؟ هما بيعملوا ايه الناس غير لما يجيبوك ورا؟ يا عمي يعني انت مش كده مش بتحس بالوحده خالص تقعد لوحدك كده منعزل عن العالم كله؟ الوحده احسن من الناس وصداع. والله خير منعزل مش منعزل ما بقدرش افكر. انت طول عمرك كئيب عشان الشغل يا مفلس يا فاشل. انا فاكر ان الكورس دوت انا شفته سنة كده معاك تقريبا زي ما بص يا زكس، شفت لك الكورس اللي انا شفته قبل كده؟ ايه؟ المرهون دوت يا اما كان جدي عايش شايف؟ دي كانت جنينه مشهوره في الاربعينات. واحد لقى مراته انضحت شايف؟ شايف ده المفروض تقطع منه بتاعته كان صح في مشروع سنه ورا مسمار. بص ايه ده؟ كرسي هو كده؟ نفس الكرسي يمكن صدفة يا جدعان. شوف ايه يا عم؟ والله نفس الكرسي معاك، بص نفس الحتة المصرية عند الحتة المسمار دي. انتوا مصرين ليه على الكرسي ده؟ فيه ايه يعني؟ كرسي لقيته غريب وخلاص. غريب؟ بس هي خلصت. تعرف الكنيسة حاجة. طب دي نجيب سجارة عشان عايز تشرح الساعة 10. حسين؟ نعم. ليه ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا عارف سمك سمك ايه؟ قلت له ايه يا واد؟ قلت له عاوز حاجه بقى؟ امال ايه بنحكي كرسي الموت ده؟ ليه كرسي الموت ده؟ انت مش لسه انا عمال اتكلم على كرسي وموت وشؤم وشر؟ انت فين بتحكم حاجه ولا ايه؟ انا قلت كرسي الموت وشؤم وشر. ايوه يا ابني انت لسه حالا قايل دلوقتي كرسي الموت وشؤم وبيقتل اي حد. مش فاضي استقالاتكم انا دي. هي شكلها ليله غريبه من الاول. مالك يا حسين؟ لا ابدا مفيش. يعني انت بقى على حسب كلامك ده ان كل سنه بيتحدد في اي مكان بيحصل فيه موت؟ مالك يا حسين؟ سرحت فين؟ انت
مش وريتني صورة الكرسي ده في الجرنان لما واحد قتل مراته؟ يعني الكرسي ده بيتواجد في أي مكان في موت بيحصل أو شر. إيه التخاريف اللي بتقولوها دي؟ بس من التخاريف. أنا معرفش مين جاب الكرسي هنا. الكرسي كان موجود في الجرنان. والراجل كان قتل مراته في الجرنان. والكرسي موجود هنا دلوقتي. لو حصل موت هنا دلوقتي يقتل واحد منهم. حاجه اخيره يا جماعه، هو كل سعد لوحده؟ انا كده اتقل. يلا بينا نمشي. كنت كل سر بجد كتبته. ربنا اللي احنا وصلنا الطريق واقف واقفه نعلم بيها الا ربنا. يعني البلد زحمه تحس الناس النهارده قرروا ينزلوا من بيوتهم. بتاعك حكم بطيء 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 في السواقه. تمام يا عم. بطيء برضو. انت اللي لازم تقول لي لف اللفه دي وناخد راد احنا سهل نسينا هنا مكان البيت بتاعك يا خالد. احنا بقالنا بقالنا فتره كبيره ما جيناش هنا. بس ما حشيتنا قوي الشقه دي على فكره. فاكر بقى اخر مره جينا فيها؟ يا على الذكريات. ايه ده؟ كل سنة عمره اشوفه هنا. مين جابه؟ ما كانش موجود هنا كده صح؟ انا اول مرة اشوف الكرسي اللي عندك. ده جديد ده يا خالد؟ لا يا عم. انا فعلا مش عارف مين جاب الكرسي ده هنا.